ناصر ابو محمد تفضل معك. لا 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 روح لا والله تبي اي خدمه شيء يحتزم يا الله يطول عمرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا وسهلا عنكم. معكم نواه المطيري العمر 23 سنه. نعم قصيد وجه الصوت باذن الله بنافسك يا مسعود تزهل ان شاء الله. جهلك تسعد والطول ان شاء الله. يقول لك يا صاحبي سو ما تبغى ونالك عضيد في طاعه الواحد المعبود شد الحزام ما ينفعك لا ما ينفعك له هالدنيا ولو هو يزيد ما ينفعك غير طاعه رب كله لنا سلامتك. سلام سلام الانشاد يقول لك احسب اني مثل ما اغليك تغليني ما داريت انك عدو وقوماني أثري لك يا مثل فالروح قلبيني قلبي يبغضني وقلبي تمناني. سلامتكم جميعا. سلام سلام حبيبنا سم. شاعر منشد ايش الموهبه اللي عندك؟ انا ما فهمتك الا الان. شاعر ايه وانشد كله. لا لا شوف خليني اعلمك الانشاد بعده من راسك نهائيا نصيحه مني يا رجال احنا نجرب ما عليك. لا لا ما فيها تجربه يا حبيبي انت لو سمعت الاصوات اللي جونا قبل شوي ما تقول شيء جنبه. ما عليك ان شاء الله يضبط يضبط ما عليك. ما في شيء يضبط يا حبيبي شوف سواء في الاستوديو ولا اشكرك على الصراحه. ايه انا صريح ترى والله صريح عشان ما ابغى بكره يجي واحد يقول يا رجال ذا شغلنا بصوته مو انا ما ابغى الناس يقولون عن كذا. تقبل انك هو لو بيجامله بيضبط اي واحد بيجامله والاعلام هو بشكل عام ما يحتمل المجامله. نواف جاي عن طريق من انت؟ ولا عن طريق القناه مباشره؟ من تختار من الشباب؟ كلكم والله فيكم الخير والبركه. كان انا بختار رفيق. من هو؟ بهاج انا جاي معه. لا عقب عينك والله. الله يطول عمرك. الله يحييك مليك. لك تسلم. وناصر الحربي انا بتفاهم معه. ازعل. ازعل طبعا. مليتك مهمه ازعل. يعني نفسي. لك تسلم. الله يطول عمرك. مرحبا هلا ومرحبا. طيب نواف شكرا لك يا حبيبي. يعطيك العافيه. يا مرحبا. اباضه تسمعني؟ نحتاج واصل. ليش؟ خذ معي ايش بك انت تقول السؤال هذا قبل شيء حلو؟ اشكرك على السؤال يا ناصر ايش بك وين شكلك ليه ليه يا حلو بدينا الشخصنه بدينا الشخصنه انا اول شيء اطول عمره السلامه. الرجال في فريقك ولا لا؟ الرجال لا بالله مو في فريقي. الرجال منشد احلم 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 يا حربي. الرجال منشد وانا مسجل لي منشد انا جايب لي منشد انا متكفل بفندقه وطيارته. طب خليك من منشد شاعر. لا عندي شاعر يا الله انا اسمعهم شوف لا تحط على اي بعض. الرجال انا اسمع طيب الرجال اختارك انا في المنافسه. اختارك تكفى. اختار انا في المنافسه. قد اخر الرجال اختار في المنافسه. حقك هذا ناصر هذا احمد رحيم اختاره معطيها وضعيه قدام الكاميرا اني انا براد. لا 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 والله ما عندي. اسمع 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 والله والله يلي اخترتها انا. شكرا يا شيخ والله يا الله احمد رحيم ما كسر خاطره. لا انا بكسر خاطره. اسمع اسمع بهاج بهاج قسم بي من احلى انا لا جامل طردني ناصر حد بسبعتين ان شاء الله. عرفت قسم بالله ثم قسم بالله ما اخذت واحد مجامله. ايه خويي وعرف خويي وتعرف ليش انا انا وياك صوت والله صوت والله يا ما في صوت مر علينا مثل صوته الى الان الا معي متساق احنا نتفق على انه ما في احد يجي هنا الا عنده شيء يقدمه يعني نعم يعني كلهم كفو نعم بس حنا هنا ما نجامل نعم انا ما نجامل انا لو انه لو انه ما هو بصوت كفو وريالتي كفو وعفوي ما اخذت شوفوا الثاني المتسابق اللي بعده اللي بعده وين راحوا مسعود وخماش؟